خير لبعض يا رب. طبعا انا عندي لسه رسائل كتيره جدا، بس بتليفوناتنا بدات معانا. معايا ناديه. ناديه الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. اهلا وبركاتك، منورين الشاشه. ميرسي يا حبيبتي، بنورك، ربنا يخليكي. كده وحضرتك طيبين. وانت طيبه. السلام يا رب. طب بصي، انا عندي يعني كام حلم كده بس جمالين جدا. اتفضلي. ومع رموز. انا يعني ارجو ان انتم ما تقفلوش عليا عشان خاطر انا بقالي كام حلقه مش عارفه اتصل بيكي. طيب اتفضلي. طب بصي، اللهم صل على حضرتك سيدنا محمد. انا حلمت ان انا اشتريت سردين بلدي. اشتريتي ايه؟ وجبت، حلمت ان انا اشتريت سردين بلدي. سردين البلدي. فزلين. فزلين. اللي هو سردين. سردين بلدي. سردين. ايوه. سردين بلدي. وجبت كيلو لوحده ونص لوحده. تمام. وقلت لاختي انا جبت لكم سردين، سويت لي جايبيها وقالت لي رجعي، وانتهى الحلم على كده. طب كويس. اختك اسمها ايه؟ اختك اسمها ايه؟ اسمها ناهد. ناهد؟ ايوه. تمام. ثاني يوم شفت في الحلم والدتي، بس ما انا قمت فاكره ان انا شفت والدتي، بعدها بيوم شفت والدي رحمه الله عليه. ثالث يوم شفت والدتي ووالدي الله يرحمهما مع بعض. وبعد كده ده كل ده تسلسل ورا بعضيه يا دكتوره. وبعدها شفت اثنين دكاتره لابسين بلاطي بيضاء، برضه ما اتكلمتش معاهم، انا فاكره ان انا شفتهم. انت قصدك ان انت بتشوفي لمحات كده؟ اه بس كده. بعدها برضه على طول شفت ان انا معايا برضه السردين البلدي ده، ان انا هنضفه، بس خدت واحده قطعت راسها وبفتح قلبها، لقيت قلبها يا دكتوره ابيض، ما فيهوش اي حاجه، يعني دايما تكون البفته مش لحم السردين. هو السردين ده يعني متملح يعني ولا اخضر لسه؟ لا لا عادي، سردين سردين عادي، ني يعني. ني يعني سمك سردين. تمام. قطعت راسها وبعدين فتحتها، لقيت قلبها مش لحم السردين، لقيتها بفته زي قماشه البفته البيضاء. تمام. بعدها ثاني يوم، ثاني يوم بقى حلمت ان انا ماشيه في الشارع والمطره بتمطر، بس بتمطر عليا انا بس، انا ماشيه رفعت ايديا للاثنين للسما بقول الله الله الله، وكنت فرحانه جدا يا دكتوره، والمطره جايه عليا انا بس، ما بتقفش كده على حد، كل ما انا ماشيه المطره جايه عليا. تمام. عارفه؟ تمام. يعني سؤال حضرتك عشان انا مش سامعه من التليفون. ايه احوالك الصحيه عامله ايه؟ لا انا كاشفه، انا لازمني عمليه في عيني، في عيني الاثنين بصراحه. والمفروض ان انا اعملها اجلتها لاني خايفه. لا توكلي على الله، هو انا شايفه ان انت داخله في حاجه طبيه، فتوكلي على الله. لا توكلي على الله، ان شاء الله خير كبير جدا 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 هيعود عليكي. وهي عمليه ايه؟ ميه بيضه دي ولا ايه؟ عينيا. عينيا. ميه بيضه. المفروض تعملي عمليه بسيطه. ايوه ميه بيضه. مدام لا ميه بيضه صح قصد حضرتك كده؟ هي تقريبا كده. ما هي دي سردينة. عمليه بسيطه. تمام إن شاء الله. تمام. ما تقلقيش، بصي الدنيا هتظبط معاكي خالص، لان السردينه اتفتحت، انا شايفاها ان ديت فيها عمليه، والعمليه هتطلع نظيفه جدا جدا جدا. انت لما قلتي عينيكي هي واضح انها عمليه بيضاء، لان بياض السردينه من جوه. وجود والدك والدتك ان هم بيظهروا لك في الرؤى، فهي بشريات، طالما ان مش جايين غضبانين او زعلانين او اي اشاره كده او كده، انت بس بتشوفيهم لمحات. فانا مش شايفاها حاجه وحشه ابدا. الاطباء اللي شافتهم برضو دلاله برضو على عمليه، بس هتكون موفقه بامر الله. بس قولي لها برضو الجزء الاولاني هي قفلت، ما كان في الاول خالص وممكن ما كنتش سمعت اللي ان شاء الله، اللي هي حته السردين دي، بس ان هي ان شاء نعيد الله التفسير تاني. الحته الجزء الاولاني بس عشان هي تتوكل على الله ان شاء الله رب العالمين، والعمليه هتكون كويسه جدا جدا جدا. وجود والدك والدتك في الرؤيه ديت بشاره ليكي، طالما ما فيش منهم اي تنبيه او اي حاجه مش كويسه من ناحيتهم في الرؤيه. طبعا هي شافت اثنين دكاتره تقريبا، هي موضوع عينيها الاثنين، والسردينه ما جت بيضه. انت عارفه انت موهومه قوي قوي قوي، والموضوع الوهم دوت هينزل على ما فيش، والدنيا هتعدي على سلام بامر الله، وبيطمنينا عليكي ان شاء الله. والله اعلم. معايا ام محمد.